المغاربة مصرين على أن فرحة العيد ما كترتهنش غير بالنهار ديالو، وإنما زادوا احتفالية كبيرة معروفة اللي هي كارنفال بوجلود أو ما يعرف بالمو أو بالبطاين. وهو كارنفال شعبي تقليدي في المغرب عنده جذور أمازيغية قديمة. هذا الاحتفال كيطالق في أيام العيد الكبير بالضبط في اليوم الثاني. البداية كانت في القرى والبوادي المغربية، حيث كانوا الناس كيلبسوا جلود الأضاحي اللي تم الذبح ديالها في العيد وكيتنكروا بها، وهما كيأمنوا أن هذه الجلود كتجلب لهم البركة والسعادة إلى رقصوا بها في الشوارع والأزقة. وكان بالمو، وهذا بالضبط اللقب اللي كيتطلق على كل واحد كيلبس جلود الأضاحي. كان كيشد درج من أضحية الغنم والماس وكيضرب به مرة من الناس. هذا الضرب كان كيتعتقد أنه كيجلب البركة لأي واحد جد فيه هذه الضربة. وفي السنوات الأخيرة ولا هذا الاحتفال منظم من طرف جمعية المجتمع المدني اللي كتهتم بالثقافة الأمازيغية، وحصل على رعاية من المؤسسات الحكومية، ولا طابع ديالو أكثر رسمية وتنظيمية، ومازال كيتحتفظ بروحه الشعبية والتقليدية، وكيرجع التاريخ ديالو للهوية الثقافية الأمازيغية للبلاد، وكيرتبط بطقوس عيد الأضحى وبالتقاليد الشعبية المتوارثة. وهو حاليا معترف به رسميا كتراث ثقافي أمازيغي كيستحق الاحتفاء والتثمين. وبالرغم من أن العديد من الانتقادات اللي توجهت لسنة 2023، إلا أنه توج من أحسن وأبرز الاحتفالات على مستوى المملكة، حيث كانت مشاركة كبيرة من السكان المحليين بالإضافة للعديد من الصور داخل وخارج المغرب. وهذا الشيء اللي خلى بوجلود يأكد المكانة ديالو كتراث ثقافي أمازيغي بارز. خليتكم على خير، نتلاقاو في موضوع الجاي.